كانت عندي باسطية بالموصل واشتغلت يوم واحد بالموصل فترة الشهر، والحمد لله جينا الإجا رجعنا للبيجي، وكانت عندي باسطية صغيرة لأن الإمكانية ضعيفة، والحمد لله الله وفقني بهذا المحل وقعدت فيه وسويته محل كامل وياي ولد يشتغلون هم الحمد لله بابرزكم ويانا صار افتحت فرص عمل الحمد لله والشكر، وهذا الخير يعني من الله الحمد لله والشكر. عندنا أشكال من الطرشي، عندنا المشكل، عندنا الخيار، عندنا الطرعوزي، عندنا الألماز، عندنا القرنابيط، عندنا اللهانة، الفلفل العراقي، عندنا المزيت آخر شيء نزل، وإحنا نشتغل شغل إيدينا، يعني تجينا مواد نجمعها كلها ونخرج المزيت ونشتغل بإيدينا، وعندنا الرمان، وعندنا التمر حامض وحلو، وعندنا المشكل همين حامض وحلو، وعندنا حاد، وعندنا أشكال مواد، عندنا مستورد وعندنا عراقي. والله الزيتون المشوي يعني هو طلب، طلب الزيتون المشوي العالم تطلبه، بس هو الزيتون المشوي يجي مستورد، ايه ما يجي عندنا هنا بالعراق، يجينا مستورد. والله اكثر شيء الخيار عندنا يمشي طرعوزي على مود مال الديره يعني المحل، نعم عندنا الالماس، عندنا القرنابيط، الفلفل، هذا العراق كله. عندنا المزيت تعال نشتغله احنا بيدينا، الماشي بالسوق المدبس، الماشي بالسوق يعني عمود انه شغل ايدينا، بس المستورد نوبات مواد ماكو، فنجيب المستورد نكمل البضاعه مال المدبس، المزيت، الرمان، التمر، الأطعام كلها ذني.